بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده الاربعاء وهو اصول كان يكون موجود معانا الزميله والصديقه والعزيزه ايه، ولكن هي نظرا لانها مسافره حاليا فان شاء الله ترجع لنا بالسلامه، هتكون موجوده الاسبوع الجاي. النهارده هنعمل حاجات نتمنى يا رب تعجبكم. هنعمل نوع من انواع الجلاتان ولكن بطريقة مختلفة خالص، وهو جلاتان البيض. جلاتان البيض، مقادير جلاتان البيض عبارة عن 8 بيضات مسلوقين وكوباية ونص من الكريمة اللباني، كوباية ونص من الكريمة اللباني، وربع كيلو من الجبنة الشيدر المبشورة، ربع كيلو من الجبنة الشيدر المبشورة، ومعلقتين زبدة ورشة جوزة الطيب. هقول تاني المقادير علشان تكتبوها. عندنا 8 بيض وكوباية ونص من الكريمة وربع كيلو من الجبنة الشيدر المبشورة ومعلقتين زبدة ورشة جوزة الطيب. المقادير بسيطة ولكن الأكلة دي في منتهى الجمال ودسمة شوية. بقول تاني دسمة شوية عشان خاطر حد يقول لي بقى ده فيها هي دسمة شوية، يعني اللي يأكل منها ياريت يأكل الصبح عشان يتحرك ويعمل عملية الحرق، ففي الحالة دي مش هتبقى دسمة قوي يعني، لكن ما يأكلهاش بالليل طبعا. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي زي ما قلنا هناخد الكريمة اللباني نحطها على النار، وبعدين الجبنة نقسمها جزئين، جزء اهو هناخده نضيفه على الكريمة، وهناخد كمان معلقة صغيرة من الزبدة، والجزء الثاني هقول لكم هعمل بيه ايه. هنيجي هنا كده ناخد عليها كمان معلقه زبده، نخلي شويه صغيرين عشان نحطهم على الوش، وناخد رشه من جوزة الطيب، رشه صغيره علشان ما تديني بس نكهه. وبعدين شايفين الكريمه غليت مع اللبن، هاخدها واضيف عليها الجبنه بتاعتنا. عايز اقول لكم طعمها حلو قوي، وده أكلة فرنساوي مشهورة جدا. ممكن أزود كمان شوية جبنة لأن إحنا الجبنة المتبقية دي هاخدها عشان أعمل بيها أحطها على الوش يعني. شايفين الصوص ده لوحده ممكن أستعمله في حاجات كتير جدا يعني، عارفين الصوص ده لوحده اللي هو الكريمة مع الجبنة والزبدة ده، ممكن أحط عليه قطع فراخ وأحط عليه شوية من المكرونة بقى صوص أبيض، ممكن احط عليه مشروم واحط عليه برضو مكرونه، تبقى مكرونه بالمشروم والصوص الابيض. يعني انا بقول لكم كل الافكار اللي بتيجي وتجول في خاطركم على طول واحنا شغالين. طبعا انا مش ان انا حطيتها على النار علشان خاطر عايز اسيح الجبنه بس، لا انا بخليها تتكاثف شويه. يعني ايه تتكاثف؟ يعني الصوص ده يتقل شويه بس، اوعوا تصبوه على النار بس عشان خاطر ما يتحرقش من تحت، لان في جبنه وفي كريمه، فلو سبناه ممكن يعمل طبقه تحت كده محروقه. فشايفين انا بقلب على طول اهو، وهو بيطلع كميه من البخار لغايه ما يتقل معايا شويه. اول ما هيوصل للسماكه اللي انا عايزها هشيله من على النار عشان اقدم الطبق بتاعنا. ممكن تحطوه بايركس او انا احط في الطبق مباشره وادخله الفرن ياخد اللون الجلاتان. يبقى احنا هنا اهو مستني برضو عليه لما يتقل معايا شويه مع التقليب. وزي ما قلت هي كريمه وجبنه وزبده، كريمه وجبنه وزبده مع بعض، ورشه جوزة الطيب صغيره. لو عايزين تضيفوا ذره ملح لان الجبنه الشيدر ملحها بيبقى اخف شويه، تضيفوا مفيش مشكله. كل ده برضو مستني لما اخد القوام اللي انا عايزه. عايزه يبقى عامل زي البشاميل الخفيف، ما يبقاش سايل قوي يعني. خلاص قرب اهو، واوعوا تسيبوا المضرب من ايديكم لان لو سبتوا لمده ثواني هتعمل الحته اللي تحت هتتحرق مننا. خلاص انا بقى هوريكم قوامه بقى شكله ازاي، بس بعد ما يهدى شويه واجيب كبشه عشان نغرب بيها. شايفين؟ هقلب برضو كده بقى قوامه قريب جدا
من البشاميل اللي انا بقول لكم البشاميل الخفيف اهو. بعد ما خدنا القوام ده زي ما قلت لو حطينا عليه شويه مكرونه وشويه من المشروم او الفراخ او رومي مدخن او اي حاجه انتوا بتحبوها هيبقى معانا طعمه حلو جدا. هناخد بيضه نحطها في النص ونحوط عليها كده بالبيض كله على قد ما الطبق ياخد. ممكن يتقدم في طبق، ممكن يتقدم في بايركس، زي ما تحبوا. انا عشان كده خدت 8 بيضات عشان دول على قد الطبق ده بالظبط، 8 بيضات اهم. وبعدين هاخد الصوص ده اغرق عليه كده، اللي حابب ياكله كده على طول ما يقدمش عليه ما يدخلوش الفرن ما فيش مشكلة. لكن هي في النهاية هو اسمه جراتان، جراتان يعني الوش اللي بيبقى محمر اللي احنا بنشوفه ده. كمان كبشة صغيرة علشان ما نملاش الطبق جامد. وبعدين فاكرين حتة الزبدة اللي انا سبتها، هنقطعها كده على الوش. وانا قلت في البداية ان هي الاكلة دي شوية دسمة، لكن طبعا لولادنا ممكن ياكلوا منها عادي جدا لان ولادنا بيبنوا اجسامهم. وفاكرين شوية الجبنة اللي انا سبتهم اهم، نحطهم على الوش كده نغطي بيهم. بعد ما نغرق كده جبنة ندخل الفرن ياخد الوش واللون، وده اللي هنشوفه اكيد. ولكن بعد ما نستأذنكم هناخد فاصل سريع. كل اللي هعمله ان انا هدخل الطبق ده تحت الشواية علشان خاطر ياخد الجراتان بتاعنا، ولما نرجع نوريه لكم ان شاء الله عامل ازاي وبالهنا والشفا. ونجيب شرايح من الخبز كده نحمصه ونحط جنبهم عشان خاطر تاكلوا بالهنا والشفا. جربوه ده بقى يتقدم الصبح في الفطار، روعة جدا، وجبة متكاملة. خليكم معانا عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد، ولكن على تلفزيون الحياة بعد الفاصل. الفاصل ده شكل جراتان البيض، مقاديره سهلة جدا، اي حد ممكن يعمله، وطعمه انتوا اللي هتحكموا عليه. ممكن نحط كده جنبيه قطعة من الخبز عليها شوية جبنة، او نقدم طبق من شرايح الخبز كده عشان اللي عايز ياكل ده مع ده بالهنا والشفا. تعالوا بقى نشوف من فرنسا الى المملكة العربية السعودية. بناخد ثواني، الطيران بياخد له كذا ساعة لكن احنا بنروح في ثواني. هنروح السعودية عشان نعمل أكلة اسمها مختوم اللحم. مختوم اللحم، امبارح عملنا مجدوس السمك، والنهاردة مختوم اللحم من السعودية، امبارح كان من الخليج. تعالوا مع بعض نشوف مقاديره ونشوف هنعمله ازاي، وان شاء الله يعجبكم. اول حاجة عندي كيلو لحمة، يفضل من اللحمة الضاني، يفضل ضاني. ليه؟ لان اللحمة الضاني هم بيستعملوها كتير جدا هناك وطعمها حلو قوي. لكن انا جايب هنا لحمة بتلو، جايب مكعبات لحمة بتلو. ليه؟ عشان بتاخد وقت اقل بس مش اكتر، لكن لو في ضاني تبقى روعة. بعد ما عندي مثلا كيلو من اللحم الضاني او اللحمة البتلو، عندي كوبايتين من الزبادي واربع طماطميات معصورين وثلاث بصلات متقطعين اجنحة او جوانح على رأي حبايبنا اللبنانيين، ومعلقتين زيت ومعلقة زبدة ونص معلقة من القرفة ورشة قرنفل ونص معلقة من الحبهان. هقول تاني المقادير علشان خاطر تكتبوها. وهنقدمه مع رز. الرز ده هيبقى مكوناته رز وزبيب وبصل. تعالوا مع بعض نشوف المقادير تاني. عندي كيلو لحمة انا جايب بتلو، لكن هي في الاصل ضاني، فالضاني هياخد وقت اكتر، عشان كده عملنا بتلو. عندي كمان كوبايتين من الزبادي، كوبايتين من الزبادي، وعندنا اربع طماطميات معصورين يعني مضروبين في الخلاط ومتصفيين، وثلاث بصلات متقطعين جوانح او شرائح، ومعلقتين من الزيت ومعلقه زبده ونص معلقه قرفه ورشه قرنفل ونص معلقه حبهان صغيره. اما باجي اقول رشه قرنفل لان القرنفل نفاذ جدا، يعني دوب حاجه تتاخد باطراف الاصابع كده. اول حاجه هناخد الزيت اهو شويه هنا، ونحط كمان حته من الزبده، وبعدين نجيب اللحمه بتاعتنا نتبل ملح وفلفل.
اللحمه دي متقطعه مكعبات ما فيهاش اي دهون، ما فيهاش فات خالص. لكن احنا هنحط كده اول ما الزيت والزبده يختلطوا مع بعض هنحط اللحم ونسيبها تلون شويه، نسيبها تلون معانا شويه. في الطاسه الثانيه دي هعمل ايه بقى؟ هجيب شويه زيت وزبده برضو صغيرين، ادي الزيت وادي الزبده، حته صغيره خالص من الزبده، ونحط فيها البصل بتاعنا اللي هنقدمه مع الرز. لا احنا لسه ما دخلناش في اللحمه خالص، يعني البصل ده انا بعمله مع الرز، فهشوحه كده ياخد اللون، هديله سنه ملح صغيره، وكمان هصفي الزبيب اللي انا نقعه في الميه ده بره الاكله خالص. تاني الطاسه دي فيها بصل اهو بدا يدبل معايا، احط عليه الزبيب، وتعالوا نعمل الرز بتاعنا اللي هو هيبقى رز طبيعي جدا بسمتي مسلوق، ولكن هنديله رشه قرفه، هدي رشه القرفه كمان مع البصل. يعني هنا بصل وزبيب شوحناهم، هنديله رشه صغيره من القرفه ونركن ده على جنب. خلاص مش محتاج اكتر من كده عشان انا هضيفه على الرز بتاعنا. ونقلب اللحمه الاتجاه الثاني، وزي ما قلنا احنا مشوحينها بس في زيت وزبده شويه ملح وفلفل. اول ما هتاخد لون برده من الناحيه الثانيه هعمل فيها ايه؟ هضيف عليها البصل، ده اول حاجه من المنكهات. جميل. نرجع بقى نعمل مع بعض الرز. انا عندي هنا كزرونه اهو، نحط فيها ميه بتغلي اهي، على النار. والرز عندي زي ما قلت انا نقعه في الميه، هضيف عليه شويه ملح ونحطه يغلي مع بعضه شويه اهو. نقع الرز في الميه، هضيف عليه بقى الرز والملح، ونغطي كده وناخد معانا اتصال معانا مدام زينات. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا شيخ يوسف. اهلا بك. حضرتك انا بخير والله، طول ما انتم بخير ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا شيخ يوسف. اتفضلي يا فندم. حضرتك يعني حد جميل. اشكرك اشكرك من ذوقك، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. الله يكرمك. اتفضلي يا فندم. انا طالبه منك حاجه. تحت امرك. عايزه عجينه الستارت لو سمحت. عايزه الستارت اللي هو بتاع السابليه ولا الكيك؟ لا السابليه. حاضر من عينيا. حاضر. حاجه ثانيه بس النهارده والنبي دلوقتي حالا يا فندم. دلوقتي حاضر. تحت امرك. بشكرك على اتصالك وطبعا على ذوق حضرتك. اللحمه خدت اللون، شايفين لونها عامل ازاي؟ انا اكلها كده مش مستويه؟ لا مستويه، انا بالنسبه لي مستويه. دايما اللحمه يا جماعه لما يكون لونها من جوه روزي، يعني لونها شويه احمر وما فيهاش ميه، تبقى مستويه. لكن لو كانت تجيب ميه حمراء تبقى لسه مش مستويه. بعد اللحمه ما خدت معايا اللون كده اهو، هننزل عليها بقى ببقيه حته الزبده اللي كانت عندي، وكمان الزيت بقيه الزيت، ونضيف البصل، ونجيب غطا عشان هنقمرها مع بعضها. كل ده اهو نسيب مع بعضه كده اولا عشان اللحمه تاخد الريحه، ونضيف بقى المنكهات بتاعتنا، نص معلقه الحبهان المطحونه، والرشة الصغيرة من القرنفل، ونص معلقة القرفة، ونقلب كل ده مع بعضه تقليبة، ونغطي ده كله لغاية ما البصل يتكمر مع اللحمة ويبدأ يخش في السوى. نضيف لهم بقية المكونات. يبقى احنا حطينا زي ما قلنا اهو زيت وزبدة على اللحمة تاني بعد ما شوحناها وخدت اللون ده، وحطيت عليها البصل المتقطع شرايح، وحطيت عليها القرفه والقرنفل وكمان الحبهان الناعم، وبكمرها مع بعضها. هنا الرز بتاعي بيتسلق، وهنا عندي الزبيب مع البصل مع شويه القرفه. عايز اقول حاجه بقى، معلومه، هم ممكن يكونوا في المملكه اصدقائنا وحبايبنا واهالينا هناك بيعملوها بطريقه مختلفه، لكن دي اسهل طريقه في التسويه.
يعني انا اذا كنت بضيف الحاجات دي بالطريقه دي فهي اسهل طريقه في التسويه، لكن عشان الوقت، عشان خاطر ان 99% من الناس بيبقى عندها او من السيدات عندهم شغل واشغال فبيبقوا مستعجلين قوي، فعشان كده انا بجيب لهم اسرع طريقه لعمايل الحاجه. يا استاذه ناردين، ازيك يا شيف يسري؟ اهلا بيكي. عامل ايه؟ منور. والله انتوا اللي منوريني، ربنا يخليك. يا رب يخليك يا شيف. ايه يا شيف، ناسي حبايبك ليه؟ فين خالص خالص، امبارح صيامي واول امبارح صيامي طب لا احنا عايزينك كل يوم تعمل لنا طب هقول لك على حاجه، طب ما تيجي مره تعملي معايا اكل صيامي. يا رب يخليك، انا ما اعرفش. اعلمك. طيب اعلمك. انا بطلب منك انت، ما انت بقى الاستاذ بتاعنا. ربنا يخليك يا ناردين. والله يا رب انا طبعا عندي طلب، بس ممكن اطلب تأمري. كنت عايزه بس طريقه المكرونه البشاميل الصيامي. مكرونه حاضر، بشاميل صيامي حاضر. احنا بدانا الصيام الاسبوع اللي فات تقريبا يوم الاثنين اللي فات او الثلاث اللي فات. انا عملت بتاع اربع اكلات صيامي، ولسه الصيام طويل، ما تستعجلوش يعني. بس انت يا ناردين لو نفذتي الاكلات اللي انا عملتها مش هتسالي السؤال ده. بس حاضر من عينيا. حاضر. البصل بدا يدبل، شايفين الريحه؟ يا ريت تكون واصله لكم. طبعا مش ليكي يا ناردين، عشان انت صايمه، لكن للي مش صايمين اهو، يا ريت الريحه دي تكون واصله لكم. هعمل ايه بقى كده؟ هنزل على البصل ده بالطماطم واسيبها تغلي مع بعضها لغايه ما تبدا تتكاثف، يعني ايه تبدا تتشرب معايا وتبقى متسبكه شويه. ولاحظوا حاجه، ان البصل انا ما حرقتوش، عشان خاطر انا دايما بقول لكم يا ريت الحاجه نبقى مكوناتها باينه قدامنا. وهغطي واسيبه علشان نكمره شويه، وفي النهايه هجيب الزبادي ونحطه عليه. بس انا عندي بقى اضافه صغيره، ان انا هجيب معلقه صغيره من الكورن فلاور او النشا، لان الزبادي لو اتحط على ميه او حاجه سايله هيقطع، فانا عايزه يبقى محطوط عشان يربط معايا ويديني طعم كمان، هنشوفه دلوقتي حالا. يا مدام ولاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف يوسف؟ يا اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ انا بخير والله، طول ما انتم بخير. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه واهل دمياط طيبين. تيسر، الله يخليك. الله يكرمك. انا كنت بسلم على حضرتك بس. ربنا يخليكي. طب انا عايز اسالك سؤال، انا هعمل بكره الكوبيس الدمياطي، تعرفي تعمليه؟ لا ما بعرفش والله. اتفرجي عليه بكره وتعلمي. لا ده جاي من عندكم من دمياط. حاضر من عينيا. بس انا عشان برضو بشكرك اولا على اتصالك وانك بتسلمي عليا، ربنا يخليكي. وانا ببعت سلام لكل حبايبنا في بورسعيد وفي دمياط وفي كل محافظه في مصر. والكوبيس الدمياطي هنعمله بكره، ولكن انا هضيف عليه حاجات، فسامحوني يا دميطه، انا هضيف عليه بكره شويه منكهات زي المغات زي الحلبه، ما بتبقاش مضافه عليه، بس هتدي له طعم وشويه برضو من القيمه الغذائيه. تعالوا نقلب تاني اللحمه بتاعتنا اهو. عايز اقول لكم حاجه، انتوا ممكن تحطوا كل المكونات بتاعه اللحمه دي على بعضها ني في ني، يعني انت رايحه الشغل تقومي جايه الصبح قبل ما تنزلي الشغل تحطي المكونات على بعضها، البصل والبهارات والملح والفلفل والزبادي كله وتغطيه وتسيبيه او تحطيه في كيس وتقفلي الكيس وتحطيه في التلاجة لغايه ما ترجعي. اللحمه هتتشرب من المكونات دي، تاخديها كلها على النار مباشره برضه هتطلع معاكي حلوه. يعني الافكار اللي بتجيلي وانا شغال لازم اقول لكم عليها في ساعتها. الرز عندي بدا يشرب ميته ويخش في السوى، نلحقه بقى؟ احنا ما حطيناش لسه ماده دهنيه. ليه؟ لان انا هنا محمر في شويه زيت وحته زبده. هنحط البصل، هنحط كمان الزبيب وهنقلب كله مع بعضه اهو، ونسيبه بقى يتشرب معايا على نار هاديه، ومش هضيف له اي ماده دهنيه تانية، لان اللي حابب ما يخليش فيه حاجه فيها ماده دهنيه كتيره ياخد الرز ده. يا مدام ريهام. صباح الخير. مدام الهام، انا اسف، مدام الهام صديقتنا. ربنا يخليها لك يا رب. الله يكرمك. ربنا يخليك. صباح الخير يا شيخ. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. منور يا ابو طله جميله. ربنا يخليك يا مدام. الله يكرمك يا مدام الهام يا رب. الله يبارك فيك ويخليك ويجعلك كده منور معانا على طول. يا رب يديك الصحه يا رب، يخليك ده من ذوقك. حب وسلام زي حضرتك ما بتقول على طول. يا رب يا رب يا رب يا رب. وعايزه طلبين من حضرتك. تؤمري؟ ممكن تؤمري. عايزه من حضرتك يا شيخ يسري تقول لي على الجلاش اللي هو بكريمه الموز. اوكي. وفي طرط بيتعمل رز، اعرف طريقته؟
تارت رز. رز يا شيف يوسف. طيب انا بص هقول لك حاجه، هرجع بس واقول لك على تارت الرز ده، متاكد منه اللي في دماغي ولا لا، لكن هقول لك على الجلاش اللي بيبقى بكريمه الموز من عينيا. حاضر، بشكرك على اتصالك يا مدام الهام وعلى كلامك الجميل. شايفين بقى الشكل ده؟ لسه ما حطيناش عليه اخر مكون اللي هو الزبادي. هناخد بقى زي ما قلت رشه كورن فلاور كده صغيره، بتربط معايا بس مش اكتر اهو، ونحطها كل ده الزبادي مع الخليط بتاعنا، ونقلب ونسيبه بقى يتكاثف معايا شويه، او زي ما بنقول يقصر شويه، ولما نرجع من فاصل هوريكم ازاي هنقدمه اكله حلوه لها شمخه ولها ريحه ونكهات. وانتوا عارفين ان المملكه العربيه السعوديه عندهم كميه من النكهات مش موجوده في اي مكان في العالم، يعني عندهم اعشاب هناك بصوره يعني هم تاني دوله بعد الهند، او تاني بلد بعد الهند عندها الحاجات دي. هستاذنكم اخد فاصل، وبعد الفاصل هنشوف مع بعض مختوم اللحمه عامل ازاي وهنقدمه ازاي، وهنعمل النهارده حلو روعه. بس بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض اللي انتم شايفينه ده كله، عباره عن جراتان البيض اللي فيه كريمه وجبنه ورشه صغيره من جوز الطيب وذره ملح صغيره، وقدمناه مع الخبز الفرنساوي. الخبز ده انا دهنته زبده ودخلته تحت الشوايه، خد اللونين، قمت مديله جبنه ساحه نفس نوع الجبنه اللي موجوده جوه الجراتان. اما مختوم اللحم اهو شايفين شكله عامل ازاي، والصوص بتاعه بقى عامل ازاي كمان، كله تقل وبقى متكاثف اهو. هناخده دلوقتي عشان نغرفه، عشان نروح نعمل الحلو بتاعنا. ناخد كده نجيب دول بس هنا عشان دول بتوع الحلو، وادي الرز اللي احنا سلقناه قدامكم على الطبيعه بالبصل والزبيب. هنجيب الشوكه، ناخد كذا قطعه لحمه اهو، طبعا زي ما قلت لكم اللحم البتلو اسرع حاجه في التسويه، فعشان كده انا اخترت ان انا اعمل لحمه بتلو. وبعدين كفايه كده في الطبق، كفايه كده في الطبق، هم دول على قدك اوكي اهو. وشويه من الصوص ده بقى بالبصل ده والمنكهات اللي معاه، حاجه زي ما احنا بنتشوق ان احنا نشوفها اهو، حاجه كده زي الكتاب ما بيقول. شايفين شكل البصل؟ ممكن يكون، انا بكرر تاني اهو، ممكن يكون حد من حبايبنا واصدقائنا اللي في المملكه شايفيننا فيقول لك لا مش احنا ما بنقدمهاش كده او ما بنسويهاش كده. لا احنا زي ما بقول لما بعمل اضافه في اي حاجه بتكون معروفه لازم اقول لكم انا اضفت كذا او عملت كذا او غرفت بالشكل ده. نحط الطبق هنا وبالهنا والشفا. تعالوا نشوف الحلو بقى. الحلو هو بسكويت بالكراميل والشوكولاته. النهارده يوم الاكل شوية دسم للناس. ليه؟ هقول لكم ليه. بقالي كذا يوم بسمع من اصدقاء ليا وناس حبايبي ان انت دايما بتتكلم على الاكل الدايت، الاكل الدايت، الاكل الدايت. طب فين الاكل اللي ممكن نملى؟ في ناس عايزه تتخن، يعني زي في ناس عايزه تخس، في ناس عايزه تتخن وعندهم انواع معينه من الانيميا، فبيحبوا ان هم ياكلوا اكل عشان يملوا شويه، وخصوصا واحد صديقنا نفسه يتخن ان شاء الله. فعملت له النهارده كل الاكل، شايفينه فيه شويه من الحاجات اللي اتخن، والحلو ده حلو جدا ومقاديره حلوه قوي وهتعجبكم ان شاء الله ان شاء الله. مقادير الحلو بتاعنا هو بسكويت الشوكولاته والكراميل، باكت او اتنين من بسكويت العادي اللي هو بيتباع، بسكوت الشاي عارفه يا سيد اللي هو موجود في الاسواق الموجود، بناخده نطحنه كده، و50 جرام زبده، كاننا هنعمل تشيز كيك، كاننا هنعمل تشيز كيك اللي احنا دايما بنتسئل عليه. عندي هنا زي ما قلت البسكويت مع الزبده، يبقى هنا باكو او اتنين من البسكويت، وعندنا 50 جرام زبده، 50 جرام زبده. مكونات التانيه بقى، الحشو اللي في النص عباره عن علبه من اللبن المكثف، علبه من اللبن المكثف، و150 جرام من الزبده، ونص كوبايه سكر باودر حوالي 80 جرام. هقول تاني، الحشو علبة من اللبن المكثف المحلى
وكمان هنا 150 جرام من الزبدة، وعندي هنا كمان نص كوباية سكر باودر حوالي من 70 ل 80 جرام من السكر الباودر. شايفين القوام اللي أنا عملته ده للبن المكثف؟ لو حطيتوا اللبن المكثف على النار مباشرة هيتحرق منكم، مهما حاولتم لو بتقلبوه حتى. فأنتوا أحلى حاجة تعملوا حمام مية زي اللي أنا عامله ده وتحطوا عليه اللبن، يعني أنا حطه بقاله يجي مثلا 3 أرباع ساعة وصل للقوام ده، لأن أنا لو حطيته مباشرة قدامكم مش هيوصل للقوام ده أبدا ولا اللون ده. ممكن نستعمل ده على طول بدون إضافات، ولكن احنا هناخده تاني على النار ونشغل النار عشان تفضل سخنة دافية، وهضيف عليه 150 جرام من الزبدة، وأول ما تسيح معايا الزبدة وتتجانس مع اللبن المكثف بتاعنا ده المحلى اللي أنا فضلت سايبه على النار في حمام مية حوالي ساعة لغاية ما وصل للون الذهبي ده اللي انتوا شايفينه ده اهو، الزبدة بدأت تسيح، أضيف السكر وأنا مطمئن. بعد كده هنجيب جوانتي عشان خاطر نخلط السكر يا أستاذة عزة مع قصدي نخلط الزبدة مع البسكويت. يا أستاذة عزة. أيوه أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ أنا بخير والله طول ما أنتوا بخير. أنا والله أنا عزة من دمياط. أهلا بيك وبأهل دمياط. أهلا بحضرتك. الله يخليك يا رب. أنا مش مصدقة والله إن أنا كلمت حضرتك. ليه بس ليه؟ تحت أمركم. والله الأمر لله. الله يخليك. ربنا يخليك. أشكرك، ربنا يبارك فيك يا رب. انا باجي من المدرسه مدرسه، باجي من المدرسه مخصوص والله عشان اتفرج على البرنامج بتاع حضرتك. يا رب يخليكي والله، يعني انا بس عايز اقول لحضرتك ان انا سعيد بيكوا والله، يعني واحنا الاسعد والله بحضرتك. ربنا يخليك يا مدام عزه. ربنا يخليك وتنور الشاشه دايما. اشكرك. عارفه الكوبيس الدمياطي ولا لا؟ ايوه عارفاه. طيب هنعمله بكره، بس انا هضيف فيه حاجات بصراحه يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. حاضر. بشكرك. مالكيش سؤال يا مدام عزه؟ لا شكرا، انا بشكر حضرتك. ربنا يخليك يا مدام عزه، انا اللي سعيد اني بسمع صوت حضرتك، وبشكرك جدا على اتصالك، ويا رب دايما يديم المحبه بينا. شايفين الشكل ده والقوام ده اللي انا بقلب فيه ده اهو، لازم يدوب معايا السكر خالص ما يبقاش فيه كتل، والزبده دابت اهي والحتت الزبده اللي باقيه دي، وبعدين ارفعه من على النار، وبعدين الحشو قلنا علبة لبن مكثف بحطها في حمام مية لمدة على الأقل ساعة ساعة إلا ربع لغاية ما توصل معايا للون الذهبي، وبضيف عليها بعد كده 150 جرام من الزبدة وبالظبط حوالي 80 جرام من السكر البودر، بتطلع معايا بالقوام ده. سيبه يهدى خالص، لازم أشيله من على حمام المية عشان يبرد معايا شوية. الغلافة اللي فوق بقى أو الطبقة القشرة اللي فوق هي عبارة عن ربع كيلو من الشوكولاتة، شوكولاتة المطبخ العادية، عليها معلقتين من الزيت، تاني ربع كيلو من الشوكولاتة العادية بس أنا حاولت أسيحها شوية على حمام مية برضو، هنضيف عليها معلقتين فقط من الزيت عشان تديني أولا لون تشاتني، وثانيا تبقى سهلة في التقطيع ما تتكسرش معايا. أهم معلقتين زيت كمان شوية صغيرين، زيت نباتي عباد شمس أو زيت ذرة مفيش مشكلة أهو، وبنقلب. شايفين بدأت تدوب معايا الشوكولاتة ازاي؟ لما هعملها وادخلها التلاجة هتبقى سهلة جدا، لما اجي اقطع بقى ما تتكسرش معايا الشوكولاتة، يعني معلقتين الزيت دول علشان يعملوا العملية اللي انا بقول لكم عليها دي، اللي بيخلوا الشوكولاتة ما تتكسرش معايا. جميل؟ خلاص كده داب كله اهو، نرفع من على النار ونشيل برضو حمام المية، ونجيب بقى صينية نحط فيها مادة دهنية، ونحط فيها ورقة زبدة فيها مادة دهنية تاني. طبعا عايزين تعرفوا ورقه الزبده انا حطيتها ازاي في المربعه، انا وريتكم المدوره قبل كده، هنرفعها اهي ورقه اكبر من مساحه الصينيه بتاعتي بسنتي من كل حته، سنتيمتر من كل حته، وباجي اقوم قاصص من هنا يعني اثنيها كده اهو، وبقص من هنا قصه ومن هنا قصه، واقوم فاردها كده ومضغطها تقوم داخله معايا بمنتهى السهوله، ما فيهاش مشاكل خالص، بقت عندي مربعه. هنغلط الزبده مع البسكويت ونسويها في أرضية الصينية، وخلي بالكم سخونة أو درجة الحرارة بتاعت اللبن المكثف مع الزبدة مع السكر هتخلي البسكويت ده كمان يتماسك أكتر، يعني لو في مادة سايلة جواه
هيشربها البسكويت. يعني احنا بنخلطه اهو كاننا بنعمل زي التارت بتاعنا بتاع التشيز كيك بالظبط بايدينا كده. ويستحسن يكون البسكويت مجروش مش ناعم. البسكويت يكون مجروش مش ناعم، لان لو ناعم بتبقى هتمسك في بعضها وهتبقى ناشفه شويه. يا مدام سميه شيف، اهلا بيك. اولا بشكر حضرتك على ذوقك واخلاقك وكل حاجه كويسه بتعملها. يعني يا رب يخليك، ربنا الله يخليك. معلش اسال سؤال بس صغير كده. اتفضلي. حضرتك الرمان لو عايزه احفظه عصير، يعني حضرتك عارف ان الموسم بتاعه دلوقتي وكده، ينفع ولا ايه؟ ولا والله انا يعني ينفع بس ما يقعدش كتير. يعني انت هتعمليه عصير وحطيه في الديب فريزر لمده صغيره، زي ما بنخزن طبعا المانجا، زي ما بنخزن شويه من الفراوله، بس ما يعني عشان خاطر ممكن النور بيقطع ساعات، تبص لو الفريزر ما بيشتغلش فممكن يهبط معايا الحاجه دي ويبوظها، يعني يخليها تفسد سريعا. بس لكن هو زي اي حاجه بنحفظها يقعد له مثلا بالكتير يقعد له حوالي شهرين لتلاتة، من شهرين لتلاتة مش اكتر من كده. اهو كده نضغط عليها خالص اهو. ليه؟ علشان تتماسك معايا. واقول لكم نعمل ايه بعد كده، ندخلها الفريزر شوية تشد معايا، وبعد ما تشد معايا في الفريزر نقوم مطلعين الخليط ده، الكراميل الرائع ده، ننزله عليها كده بالشكل ده ونفرد كل الكمية. كل الكمية. بعد ما نحط الكراميل ده عليها ندخله تاني الفريزر شوية يشد معانا، ونقوم ضيفين عليه في حاجة سمرة هنا. خلاص دي من السكر البودر انا شفتها، شايفين؟ نملى بس كده بمعلقه تانية لغايه ما نخلي كل الاماكن مليانه مليانه معانا. بعد ما يهدى معايا شويه ويتجمد، يعني ايه يتجمد؟ يعني يجمد ما يتهزش، اما يتعرض للهواء او للثلاجه هيتجمد معايا. نقوم حاطين الشوكولاته بتاعتنا على الوش. يا ام هيثم، الو. يا ام هيثم ازيك يا شيف يوسف؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك، منور الشاشه. والله انتوا اللي منوريتني. تسلم ايديك وعينيك. ربنا يخليك يا رب. ما نتحرمش منك ابدا. الله يكرمك. انت اسكندرانيه؟ من اسكندريه. ما نتحرمش، اهلا بيك. الله يخليك. فينك هنا اسكندريه بقى؟ والله العظيم انا، انت عارفين ان انا معشوقاتي الجميله اسكندريه، بحبها قوي. بس ها انت شايفين بقى الظروف والضغوط العمل و بس ان شاء الله نجي لكم قريب تحت امرك. تصورنا والله. ربنا يخليك. منور اسكندريه. يا رب يبارك فيك يا رب. الله يخليك، ما اتحرمش منك ابدا. الله يخليك. اتفضلي يا فندم. انا عايزه الصوص اللي بيتحط على الرز المسكر ده اللي هو باربيكيو. صوص الباربيكيو. حاضر من عينيا. الله، هقول لك عليه. حاضر من عينيا. شايفين انا بغطي كده وندخل الثلاجه تاني لغايه ما تتجمد معانا. وبعد ما نتجمد هنوريكم شكلها، ولكن بعد اخر فاصل هناخده ونرجع لكم بعد الفاصل نجاوب على كل الاسئله ونتلقى التليفونات، ما حدش يروح في اي مكان. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل عملنا مع بعض زي ما انتم شايفين بسكوت الشوكولاته دوت بالهنا والشفا. يا رب يكون حاجة جميلة وتعجبكم، وطعمها بقى انتوا اللي هتحكموا عليه ان شاء الله. طبعا عشان انا عامل ده قبل الهوا، فعشان كده لسه عايز يتجمد شوية، لازم كان يقعد في التلاجة فترة اطول او في الفريزر عشان يتماسك في بعضه اكتر. كل ما يقعد في التلاجة اكتر كل ما يتماسك اكتر، لكن احنا بيهمنا ان احنا تاخدوا المعلومة وتنفذوها. انا عايز اجاوب على الاسئلة بتاعتنا، واحنا برضو لسه بنتلقى تليفوناتكم. اول حاجة عجينة السابليه. عجينة السابليه ربع كيلو سكر بحطه في المكنة مع الكف، بحط عليه نص كيلو من الزبدة، زبدة، وقلبهم مع بعض لغاية ما يبقوا شوية كريمي. بعد كده بنزل عليهم كيلو إلا ربع من الدقيق، 750 جرام من الدقيق. لو لقيته كرامبل يعني عامل زي الرمل كده أو الكسكسي بديله بياض بيضة. لقيته طري، أصل الدقيق هو اللي بيحكم الموضوع ده، لقيته طري شوية بديله شوية دقيق كمان. بعد كده باخدها أقطعها قطع وحطها ترتاح في التلاجة على الأقل ساعتين، وافردها أعمل بيها الطرت اللي أنا هستعمله، سواء كان فراولة زي بتاع امبارح أو أي حاجة تانية. المكرونة بالبشاميل احنا هنجيب شوية بصل، أهم حاجة العصاج اللي جوه، شوية من البصل. عارفين الصويا
المجروشة، فول الصويا المجروشة، احنا كنا لسه عاملين منه برجر قريب، بناخده ننقعه في المية ونصفيه بقى شكل اللحمة المفرومة، وشوية من المشروم عشان تبقى فيه بروتين حيواني وبروتين نباتي، أعصج الحاجات دي مع شوية من البهارات وشوية زعتر واركنها على جنب. بعد كده بيكون عندي المكرونة مسلوقة. البشاميل اللي بعمله بإيه؟ بشوية من الزيت مع الدقيق مع الحليب جوز الهند، شوية من الزيت مع الدقيق مع حليب جوز الهند، وأقلبه مع بعضه. يعني بحط بحط الزيت وحط الدقيق 4 معالق واربع معالق، وحط حوالي لتر من حليب جوز الهند عليه وأقلبه، يبقى عندي بشاميل. بعد كده بحط طبقة من البشاميل وطبقة من المكرونة وطبقة من المشروم والصويا، وغطي بالمكرونة وصب عليها الصوص وانزلها. طيب حاضر، معلش بقى وقتنا انتهى، بس انا بكره ان شاء الله هجاوب لمدام الهام عن الجلاش بكريمه الموز ان شاء الله، وربنا يخليها على اتصالها ان شاء الله. يا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم، واحنا وقتنا انتهى، بس زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض. اشوفكم بكره على خير، السلام عليكم.